بعيدا عن اللي بيحصل في الكرة المصرية، الصورة اللي معانا النهاردة هي صورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب ال 38 سنة واللي بيواصل تألقه في الدوري السعودي للمحترفين واللي سجل امبارح هاتريك جديد قاد به فريقه للفوز على مضيفهم فريق الضمك بنتيجة 3-0 في المرحلة ال 18 من البطولة، علشان يقدم رونالدو مستوى رائع مع نادي الجديد ويرجع يتحول لماكينة أهداف من تاني رغم سنه الكبير. اللعيبة اللي زي كريستيانو ما بيعرفوش يعني إيه سن، يعني إحنا بنقول إن السن لا يرحم، في حالة كريستيانو ممكن نقول كريستيانو هو اللي لا يرحم. الراجل ما شاء الله الأسبوع اللي فات مسجل سوبر هاتريك في مباراة واحدة وأربع مباريات بس، ووصل رصيده لثمان أهداف ووصل لأنه يبقى رابع الهدافين في الدوري السعودي، يعني أنه يكون الهداف بقى مجرد مسألة وقت، وده يخلينا نقول أن أوروبا هي اللي خسرت كريستيانو رونالدو مش هو اللي خسر. والسعودية طبعا ونادي النصر كسبوا لاعب كبير أكيد هيرجعهم للبطولات من تاني، زي ما احنا شايفين كده هم متصدرين جدول الدوري حاليا، بنتمنى له كل التوفيق ومهما كان هيفضل أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم. خلصت فقرتنا الأولى، هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا. استنوني.